السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور مرحبا بكم. داخل الوطن وخارج الوطن، اختلاسات، تبييض أموال، مشاكل، رشاوي، سرقة أموال بدات تبان ريحة الكتان. خاوتنا كنا نقول لكم الصبروا صبروا، دوك يبداو يبانوا تاع لاكاف تاع كدا. شكون؟ اسمعوا، اعتقال الذراع الأيمن للمغربي لقجع بعد تورطه في قضايا فساد. دوك تسمعوا الحكاية. رئيس الاتحاد الجيبوتي الذراع الايمن للقجع، كما كنتوا تشوفوا في الصوره، لقجع دار هيبه لقجع بالاموال تاع لاكاف. كما قلت لكم 130 مليون داها موسينغو اومبا، بيعوا في بي بي سي وتخلطت، ودوك نحاو موسينغو اومبا نحاوه. هادو كاع قضايا فساد تاع لقجع واللي حوله بداو يبانوا. دوك سمعوا الحكايه، راه محطوها هنايا، دوك نقراها لكم خاوتنا ما تروحوش بعيد باش تعرفوا بلي احنا ما نظلموش. احنا لما يكون فساد نقولوا كاين فساد وباين. رئيس الاتحاد الجيبوتي يقبض عليه، يحتجز من طرف الدوله الجيبوتيه بسبب تبييض الاموال. دوك شوفوا الحكايه نقراها لكم واللي الحديث بقيه. اعتقال الذراع الايمن للمغربي لقجع بعد تورطه في قضايا فساد. اعتقل الأمن الجيبوتي عدة مسؤولين رياضيين، بينهم الرئيس السابق للاتحاد الكرة سليمان حسن وابري، وذلك بتهم تورطهم في قضايا فساد. وداهمت الشرطة الجيبوتية مقر الاتحاد الكرة المحلي واعتقلت الرئيس المؤقت لهذه الهيئة محمد ياسين وسلفه حسن سليمان وابري. ووفقا لأحداث تقارير الصحافة الجيبوتية، فإن شبهات التورط، اسمعوا مليح، في قضايا فساد، فإن شبهات التورط في قضايا فساد واختلاس أموال وتبييضها بلونشيمون دارجون تحوم حول الشخصيات المعتقلة. وأضافت بعد أن طلبت وزارة الرياضة من وابري تفاصيل تمويل ملعب جديد تبرع به الاتحاد المغربي لكرة القدم ومبنى للاتحاد. نحبس لكم هنا ودوك نكمل لكم. المغرب هي اللي تبرعت لهذا السيد. شكون اللي يقول المغرب؟ تقول لي حاكم الخزينه، شكون؟ لقجع. تبرع الجيبوتي لقجع مرفه، لقجع ملايير، منين جاتك؟ انت راك في ازمه. منين جاتك؟ هاد الاموال هادي جبتها من الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هضر عليها موسينغو اومبا، 130 مليون يورو. وراو داخل معاك فيها موتسيبي. هذه هي الحكايه، اعطاها لتاع جيبوتي باش يبني ملعب ويدير مقر اتحاديه. المروك ولات هي تمد الاموال وهي راهي في حاله اقتصاد مهترئ. زيدوا تابعوا معانا. اوقفته وزاره الرياضه وبدات في تدقيق اموال الاتحاد جيبوتي لكره القدم. ويعد حسن وابري أحد أصدقاء فوزي لقجع رئيس الاتحاد الكرة المغربي وبيدق المخزن. هنا زاد بين باللي لقجع صح صاحبه ودراعه اليمن، لأنه أعطاله أموال باش يبني استاد، على ما طلعش البلاد واحدة أخرى، علاش يمدها الهدايا؟ زيدوا تابعوا معنا، اسمه هنا صح صاحبه وبيدق المخزن. وكثيرا ما نسق معه بخبت وفي الخفاء لإضرار بمصالح الكرة الجزائرية، مثل ما حاول تنظيم مباراة منتخب بلاده والجزائر في تصفيات كأس العالم 2022 ببلاد مراكش، قبل أن يولى الاتحاد الكرة الجزائري ذراعه وعنقه وتبرمج بالعاصمة المصرية. نهار اللي كنا حنلعبوا مع جيبوتي تشفاه في 2022 تصفيات كأس العالم، كانوا حيدونا لمراكش باش يخدموا لنا الخدمة لتما. لكن الحمد لله كانت الاتحادية وقفت هذاك بيد من حديد وبدلت المباراة وديناها لمصر وفزنا بها. شتو الفساد خاوتنا؟ شتو اللي كنا نقولوا كف فاسد فايح حش السامعين موسخ؟ هاي لك، ها بداو يبانوا. وقلت لكم راح تسقط الكاف سوف تسقط سقطة مثل ما سقط بلاتير موتسيبي لقجع، حتى الفانتينو راح يسقط لانه هو الراس المدبر. زيدوا تابعوا معانا.
بعد ما داو المباراة القاهرة الحمد لله آنذاك. ويختارف عفوا الفاسل بدوره لقجع من خزينة الشعب المغربي المطحون، مستغلا منصبه وزاريا منتدبا مكلفا بالميزانية لرشو المسؤولين الرياضيين الأفارقة بينهم وابري، هذا اللي عطالو الدراهم. وانا نقول هذا اللي دار التقرير هذا يا وسمو، اللي داروا التقرير هذا، انا نقول الاموال ماشي من المغرب، الاموال من 130 مليون اورو اللي داوها من الكاف. لا اله الا الله. وقال لك غنديروا بها ما حنكملوا، ولما كشفهم اومبا موسين يقول امين العام تاع الكاف غير كيما مع بي بي سي، قالوا باللي راح يبنوا بهم هناك في المروك، راح يبنوا بهم من المنشآت اللي راح يلعبوا بهم ماشي كاس افريقيا، يلعبوا بهم زوج لي ماتش ولا ثلاثه تاع كاس العالم وفقط، واللي ماني شاك راح تنظم كاع لا كاس افريقيا لتم لا كاس العالم في ظل الاحداث اللي راهي تصرى. زيدوا تابعوا معنا. لرشو المسؤولين الرياضيين افارقه بينهم هذا وابري الفاسد هذا تاع جيبوتي، ويشغل سليمان حسن وابري حاليا منصب النائب الثالث لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وفي عام 2021 ولما فاز بولاية جديدة على رأس اتحاد الكرة الجيبوتي، وبعدما طالبته حكومة بلاده بالتنحي من منصبه لأسباب المذكورة أعلاه، يعني الفساد، بلونشيمون دارجون، التواطؤ، كل شيء، بالتنحي من منصبه للأسباب المذكورة أعلاه، استغاث برئيس الفيفا جياني انفانتينو. صدقوني غير عرفتها باللي يدخل معاهم، وهذا وين راني نقرا معاكم في التقرير. جياني راه هذا استغاث به، اسمعوا واش قال له، الذي ضغط لتثبيته في منصبه، غير ان الدعم الذي وفرته الفيفا لحسن سليمان وابري لم يدم طويلا. يعني الفانتينو وقف معاه، لانه الفانتينو قول لقجع، قول الفانتينو، قول موتسيبي، هاد وكاع لوبيات وفاسدين اللي راهم حاكمين الكره في افريقيا. الفانتينو الاتحاد الاوروبي ما يدناش ليه، واللي ما يدناش الاتحاد الاسيوي، ما يدناش الاتحادات الاتحاديات، يدنا الاتحاد الافريقي، لانه هش هش. غير ان الدعم الذي وفرته الفيفا لحسن سليمان وابري لم يدم طويلا، قبل ان تجبره وزاره الرياضه في جيبوتي على الرحيل في مارس المنصرم، ثم تعتقله الاثنين الماضي. خاوتنا الكرام، اعتقلته لو البارح ولا لولو البارح، اعتقلت هذا سليمان وابري الفاسد، اعتقلته الذراع الايمن للقجع. دوك يبدا هو يحكي لهم في التحقيق ويقول لهم فوالا لقجع دار هكذا ودار هكذا. خاوتي لما كنا نقولوا انه كاف فاسد، صدقوني غير ما كذبنا عليهم، حاكمين عليهم بليزاتو، حاكمين عليهم بالمخدرات، حاكم. انا نقول لك كاين كلش داخل لاكاف هذيك، الحمد لله والحمد لله ما عندناش جزائري لداخل، الحمد لله. لو كان واحد جزائري لداخل يحصلوا فيه كلش، يحصلوا فيه كلش. اكو تشوفوا خاوتنا الحمد لله ريحه الكتانه بدات تبان، دائما انا نقولوا راهي تبان، موسيقو اومبابيا، هذه الشرطه الجيبوتيه بينت اعتقلاته الاثنين الفارط، حبسوه في مارس واعتقلوه في هذا الشهر بالاثنين الماضي، يعني الحمد لله هاي بدات تبان العقوبه ان شاء الله. نقجع موتسيبي، انا الفانتينو راني حاس بلي يخرج كيما بلاتير، راح يخرج من الباب الضيق، لانه فاسد الفانتينو، فاسد لقجع، فاسد موتسيبي، فاسد مونغا موسينغو اومبا، فاسد، كلها فساد يا ناس، هاي تبان كل شيء فساد، كل شيء فساد. كيفاش عبيد بيقول لك ما يفهمش يتواطؤوا على الجزائر؟ حبوا يدوا مباراة في 2022 تاع كوب دي موند، يدوها يلعبوها في مراكش باش يخدموا لنا الخدمة، وقال خسروا، لكن الحمد لله لعبناها في مصر. لا إله إلا الله. نقول لكم خاوتنا أو كاين دوك انتخابات، هذه لاسومبلي جينيرال تاع الكاف، لقجع ما راحش يكون رئيس الاتحاد الافريقي لانه ما يحبش يكون هو في الواجهه، هو يحب يخدم اللور، يشد المناصب صحاح ويخدم خدمته، واحد ما يشوفه، لكن احنا في قوله نحن له بالمرصاد. انا نقول باللي الكاف لو لم ينزع موتسيبي ولقجع، صدقوني غير ما راح تتسقم، لانه لقجع عنده 12 مروكي معاه في لاكاف، وموتسيبي ايضا جايب معاه حبيبات
يعني احنا في احنا والبراني اللي سمحنا ودايرين هاد الكلاب الصغيره هادي تاع جيبوتي ومنا يخدموا بها ويتواطؤوا بها مع الناس على جال الفوط وعلى جال باش يرفدوا يديهم. هذه يا خوتنا الكرام عندكم حق الرد على فساد الكاف، وان شاء الله تسقط، تدعوا معنا بالسقوط الحر لهاد الهيئه كاف الفاسده. شكرا لكم، تابعونا في قناه عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.